أنطونيو دي ناتالي، تمريرة برؤية عظيمة. أوهو، دخلت المرمى، 3 أهداف. الفارق الآن قوة هجومية كبرى. أعتقد بأن هذه المباراة انتهت في شوطها الأول، لأن فارق الأهداف صار كبير في هذا اللقاء. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. تدخل خاطئ والقرار سيأتي باحتساب خطأ. الآن مع بيلينغهام. إذا نهاية مجريات أحداث الشوط الأول. تنطلق الآن 45 دقيقة أخرى من هذه المباراة. عبيدي بيليه، المساحة متاحة وفاضية في طرف الملعب. الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة. باولو ديبالا، وصلت إلى خريستوس توشكو. حلو التدخل على الكرة. بيلينغهام، الله، حلا بينية من جانب موسيالا. هدف عن طريق البلغاري رويس توشكو. يا رب على هذه اللقطة، انطلاقة وبداية فرصة. جمال موسيالا، تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. محاولة لتقليص الفارق، تصدي هنا ولعب مستمر. اوه، اشتعلت المباراة الآن. العودة تقترب، التعادل صار ممكنا. المباراة لم تنتهي بل بدأت الآن. أي سيناريو مجنون في هذه اللحظات. سان ماكسيما يفقد الكرة. بمر فيها بعديه. الله على هذا الهجم، يا لها من عودة تاريخية. أي ريمونتادا، من كان يتوقع التعادل بعد التأخر بثلاثية؟ فرصة لكرة مرتدة سريعة. كرة مرتدة فيها خطورة، لابد من استغلال ضعف التغطية الآن. والعرضية مميزة هنا، كرة بتروح للمنافس. باولو ديبالا، تمريرة فيها ذكاء كبير حقيقة. تدخل ناجح هنا لاعتراض الكرة. ديبالا، عنده فرصة التمرير، لم يكتب لها النجاح وتحولت الخطورة. سان ماكسيما، كرة مرتدة الآن قد تشكل خطورة. ستوشكوف، شجاعة كبيرة في اعتراض طريق الكرة. والآن تنتهي الخطورة. فرصة للتقدم في المباراة. لو تزحزح القائم هنا بعض الشيء لكانت الكرة في المرمى. بالنظر إلى أرقام المباراة تتأكد بأن المباراة مثيرة، تتكلم عن الفرص، عن المحاولات، عن الإثارة، عن السرعة، عن المتعة. نتمنى بأن تستمر حتى النهاية. داني أول
يهاجمه، تصدي جيد للكرة، فرصة تأتي بعد طول انتظار. الجماهير تتفاعل لأنها تبحث عن التقدم بالنسبة للفريق. بلوك ممتاز، الله على اللقطة، تطلع من جديد إلى ضربة ركنية، تدخل واستخلاص لكرة خطيرة، تمرير إلى ديبالا، فشل الفريق في تحضير اللعب. محاولة لكرة مرتدة الآن مع بيلينغهام، الآن فرصة هدف، وحارس المرمى يتصدى. باولو ديبالا، تدخل واللاعب يفقد الكرة، هل تكون كرة كسر حالة التعادل؟ خطأ وركلة حرة في مكان قد تشكل خطورة. تصطدم الكرة بالحائط البشري. بوتيلاس يلعبها في مكان، المدافع يقطع الطريق بكل فدائية. ضربة ركنية في توقيت مهم جدا، فرصة للتقدم في هذه المباراة. تدخل حاسم هنا في 18، مرتدة ممكن أن تكون سريعة. ضاعت الهجمة المرتدة والآن الكرة بتعود للفريق الآخر، والكرة عند داني أولمو. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. المباراة الآن في أوقات حرجة، 5 دقائق فقط على النهاية. تدخل بثبات، انظر إلى القوة، يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح. شجاعة كبيرة من الدفاع يتصدى لهذه الكرة. كرة مرتدة فيها خطورة، بينية تضرب خط الدفاع، لعب مستمر هنا بعد التصدي. مستحيلة، حققوها، عادوا من بعيد، لم يرفعوا المنديل، لم يستسلموا، قاتلوا حتى العودة، قاتلوا حتى الاحتفال. الله على هذه الروح. في دقيقتين كوقت مضاف بدل ضايع، يتجاوز الدفاع وينطلق ويتقدم بدون رقابة. الكل يحبس أنفاسه لأنه من الممكن أن يكون فيها طرد. تأتي صافرة النهاية لتعلن عن فوز الضيوف في مباراة اليوم. مباراة كانت صعبة ومتعادلة حتى الدقائق الأخيرة، لكنهم عرفوا طريق الفوز. عقلية المنتصر تظهر في مثل هذه الأوقات. هدف، والآن مع أداما تراوري البحث عن تقليص الفارق. كرة في مكان، تمريرة برؤية عظيمة. دخلت المرمى، 3 أهداف، الفارق الآن، الله على بينهم. أوهو، اشتعلت، بمر فيها بعديه، الله على هذا الهدف، يا لها من عودة تاريخية. أي ريموت